السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الوصفه وغتقدمها لكم اختي، واحد الوصفه عن التجربه ديالها الخاصه، يعني وصفه زوينه للشعر. ديجا هي مجربه وعطاتها نتيجه زوينه وبغينا نشاركوها معكم ان شاء الله، وهي ان شاء الله غتعطيكم المكونات وطريقه التحضير ديالها. خليكم مع اختي. السلام عليكم البنات، اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه. اول حاجه غادي نقول لكم المقادير اللي فيها ومن بعد غنقول لكم الفوائد ديالها. عندنا بذور ديال البصله، وعندنا كاس ديال زيت العود، كاس ونص ديال زيت العود، وهاد زيت العود سخنوها شويه فوق الفرن باش تحيد من ديك الملحه ديالها. وعندنا طربوشه كما كيقولوا ديال البصله، بصله حمراء طبعا. على بركة الله. كما شفتوا البنات صوبنا الطريقة، سهلة جدا، ما تحتاجيش كاع تعذبي فيها، سهلة. اول حاجه الطريقه ديال الاستعمال، كما قلت لكم كديروها بعدا جوج المرات في الاسبوع. وشتي ديك الطربيشه ديال البصله اللي لحتها، هي اللي غتبقاو تشقوا بها شعركم. هاد الوصفه جدا رهيبه رهيبه وزوينه للشعر بزاف. بالنسبه اللي عندها الخويات في قدام ديال شعرها، اللي شعرها كيطيح، اللي ما عندهاش الخلفه كم كتجمع شعرها تيبانوا لها الخويات في الشعر، ما تيجيش الشعر زوين، اللي ما عندهاش الفوليوم في الشعر، بزاف الحوايج. هاد الوصفه جدا يعني غادي تفيدكم. والحاجه اللي بغيتوها تعطيكم الفائده راه خصكم تبعوها، راه ماشي ديريها 3 سيمات ولا 4 سيمات وتقولي راه ما دارت ليا. على الاقل 3 شهور غتعطيني. على الاقل 3 شهور عاد ماشي 3 شهور، الشهر الاول كتبقاي تبان لك الخلفه وكتكون النتيجه واضحه، ومن بعد صافي كتولي كتحسي بلا ما تعيقه، كتولي تحسي شعرك انا ولا كثيف ولا مخفف. ما يحبسوهاش، الخلفه كتنوض ليك وكلشي، والله الا زوينه غزاله غتعجبكم. وهاد البصله دائما خليوها في هاد الماء، لان هي اللي غتبقى تشقي بها الشعر ديالك. انا شفت بزاف ديال الناس صراحه البنات جربوها وعطاتهم نتيجه فعلا. هاد الوصفه هي زوينه غزاله. وهاد الوصفه البنات كتديروها قبل ما تمشيو للحمام جوج المرات في الاسبوع. كتشقي بها شعرك كما قلت لك بهذيك البصله، وكتخليها الماكسيموم ديالها ساعتين. وننبهكم على واحد الحاجه اخرى، انه البصله راه ما كتخليش الريحه في الشعر الى 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 الشعر نشف. الا كان الشعر فاسد هي والثومه، عندك هاد الجوج تتشمي الريحه ديالهم ما كتفزقي شعرك. اون فوا كتبقاي تنشفي شعرك وكتبخري وديري السيروم ديالك وداكشي كامل صافي، ما كتبقاش مازال تشمي الريحه لا ديال البصله ولا ديال الثومه. بالنسبه لي ما عرفتش كيفاش غيستعملها، لحد لا تنقول طريبيشه يقدر الناس ما عارفينش. هذه هي الطريبيشه، هذه هي اللي غتبقاي تستخدمي دائما، شفتيها هذه كتستخدميها. وكتكون مثلا هذه هي الفروه ديال الراس لي غاسين ديالك، كتبقاي هكا تشقي بهم الشعر ديالك كامل هكا بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد الوصفه يستحسن باش تعطيكم فائده اكثر، خليوها واحد 3 ايام في الظل ما تشوفش الضوء، غير 3 ايام بركه، لانه هي ما دايرهاش بحال ديك الوصفه ديال الفلفل الفلفله باش تعطي الفوائد ديالها، خص فوق 10 ايام عاد تستعمليها. ولكن بذور ديال البصله ماشي مشكل، غير 3 ايام راه كتعطي الفائده ديالها. وهذاك طيبيش دائما يبقى في هاد الزيت، وكل مره غتستعمليه هو اللي غتبقاي تشقي به شعرك. كيسالي الفيديو ديالنا، نتمنى تجربوا هاد الوصفه اللي عطيناكم، واللي عجبو الفيديو يضغط على جيم الفيديو، واللي كيشوف القناه اول مره يشارك القناه عندي ويضغط على زر الجرس باش ان شاء الله توصل كل جديد. وكنقول لكم بسلامه حتى نتلاقاو معكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.